اليوم برأيك جلسة مجلس وزراء اللي صارت أمس، هل أعطتك فسحة من الرجاء والأمل أنه نحن ممكن نولج الحلول إن كانت اقتصادية أو سياسية؟ بحب أتحدث عن الحرب اللي أشرت لها، نعم. بس رح جاوب على سؤالك مباشرة. أولا المشكلة بأقرارات مجالس الوزراء في لبنان أن عامل الثقة بحاجة لإثبات، يعني لا يمكن أن تسلف أي حكومة أو قيادة لبنانية بعدما عشناه عبر التاريخ المعاصر، ما عم نحكي بس على هذا العهد، لا يمكن أن تسلف الثقة. الثقة مفقودة وبحاجة إلى تعمير، إلى إثبات، building confidence. وهذا لا ينطبق على الرأي العام اللبناني، على أصحاب الرساميل الذي يمكن أن يوظفوا في لبنان، إنما ينطبق على المجتمع الدولي، على المجتمع العربي، عن كل من هو مهتم بلبنان. يعني مشان هيك امبارح قالوا تسمع تفرح جرب تحزن. لا، ما بدي بسطها. أنا واضح في عنصر الثقة بحاجة إلى إعادة بناء بأي منحة من مناحي الحوكمة. النظام اللبناني هو المسؤول الأول عن الفساد، عن الهدر، عن أنانية المجموعات البشرية التي هي لها عيش مشترك فيدرالي في نظام مركزي. بس هالأنانية نظام المحاصصة يسمى، ما هيك لازم تحطها قبل أنانية، قبل كل شيء، لأنه منها بتتفرع. أنا بدي أخذها من ناحية الدستورية. نعم. النظام هو نظام محاصصة سلطة. نعم. السلطة مركزية، نتحاصص السلطة كطوائف، حتى عندما نكون أخصام نقيم تسويات. نعم. حتى حين نكون على ضفاف الدستور، حين نكون معارضين، لا، المعارضة ممنوعة، نشارك في الحكومة ونعارض من الداخل. هذا ليس نظاما ديمقراطيا، وليس نظاما حوكمته ممكن أن تكون خاضعة للمحاسبة، لا من خلال المجلس النيابي ولا الرأي العام اللبناني ولا القضاء، لأنه حتى القضاء هو أمام هذا الواقع. إذن علينا أن نفكر أولا أن نظام المحاصصة في السلطة بين الطوائف ومن يمثل الطوائف هو بالواقع بآن واحد نظام محاصصة الفساد، فساد سوء استعمال السلطة. والعلاقة بين الطوائف طالما في ممثلين تسوية لهالطوائف هي علاقة تسوية بكل مشروع، أين حصتي؟ وبكل أسف طالما أصبحت أنا أجسد في الحكم طائفتي فالمصلحة تأتي إلي وأنا أهتم بجماعتي. إذن أصبح لبنان مؤلف من مجموعات طائفية مذهبية يمثلها من خلفته الحرب وأزمات لبنان التي عشناها خلال الحرب، وجعلتهم عشائر. طيب بس هاي ثقافة استاذ روجي، هذه الثقافة لم تكن تاريخيا في لبنان، لم تكن تاريخيا. بس انا بدي اعطي مثل بسيط. نعم. انت رجل اعلامي كبير ومخضرم، تفضل. بملف الفساد سقط الشيخ بشار الخوري. نعم. لانه كان في السلطان سليم ويتهمه، يعني عم نترحم على السلطان سليم. يعني سبع سليم. نواب اسقطوا وقتها من اصل المجلس كله، سبع نواب معارضين انتخبوا، بهالسبع نواب المعارضين صار في دعوة، كانوا شباب. نعم. إن كان غسان بيني أو بيير إدي أو كميل شمعون، كانوا شباب، أو كمال جنبلاط، كانوا شباب. دعوا إلى أضراب ثلاث أيام، سكرت البلد. الرئيس بشار الخوري من أهم الرؤساء مع الرئيس طبعاً. أمين إدي تاريخيا، طالما كان مقسوم لبنان بين الكتلة الوطنية والكتلة الدستورية. نعم. ورئيس الذي قام مع تحفظاتي على ذلك بالاستقلال في عز الحرب
العالمية الثانية. نعم، أول رئيس بالاستقلال. اضطر الشيخ بشار الخوري يستقيل. يعني كان في احترام للوضع ولهيبة الدولة. لا، كان في حالتين. في أولا نظام الحزبين القائم لا يزال. نعم. كميل شمعون أتى من المعارضة، إنما أتى من الحزب الدستوري. نعم. ما هيك؟ فكان نظام الحزبين واللعبة الديمقراطية كانت قائمة. نعم. بالعهد الفرنسي كانت قائمة. وكان الفساد لا شيء، لا شيء، لم يكن الفساد بمستوى فرنسا. نحن اليوم في هذه الحالة التي هي بطبيعتها، بنظامها، بمنطقها، نظام المحاصصة، محاصصة السلطة والفساد. إذن المشكل هو دستوري، والدستور يسمح بتطوير نفسه، ولكن من خلال الدستور والقوانين. الدستور يسمح بتطوير نفسه. نعم. حتى ما ندخل بثورات. نعم. يسمح بتطوير نفسه. لذلك أنا دائما أدعو وأردد أن الملفين، ملف إلغاء الطائفية ولا مركزية، يتزاوج. هو مفروض يتألف لجان تمثيلية للمجموعات اللي تؤلف لبنان، أو للشعوب اللي تؤلف لبنان. حتى نستذكر إيه بس يعني فهمت عليك، ولكن نعوم. نعم شعوب. ويجوا يقرروا شروط إلغاء الطائفية بمقابل لا مركزية تذهب إلى النظام الاتحادي الفيدرالي، بدون ما تكون هلأ هي فيدرالية محاصصة جغرافية، محاصصة فساد، يعني ما في مواطنية. فإذا لما بتكون جغرافية ومحافظات صفى الموضوع مختلف، لأنه بكل محافظة عندك من كل الطوائف. نحن نعلم أنه بأي نظام سياسي حتى إقليمي أو محلي أو انتخابات محلية، إن كان لحاكم محافظة أو لممثلين محافظة، الأقليات لها دور كبير. يعني إذا كنت بجنوب مثلا وفي مسيحيون لهم دور كبير، في مسيحيين. إذا بجبال في شيعة من إخواننا الشيعة هم يقررون، يقررون. يعني في يعني عايش مشترك، العيش المشترك بالعكس يتعزز بالمواطنية. نعم. ولما بترغي مبدأ الطائفية خلص كله تغير، كل شيء تغير. لما بترغي دور رئاسة الجمهورية إلغائه، يعني أنا بستقبل ببيت نهار كامل وفد سويسري، كان في مؤتمر لما في من المحاولين ببيتي، لا بكاب دانتيب بجنوب فرنسا. لما جينا وقت وتغدينا وكلنا سوا وحكينا ونقشنا كل النهار وعم نتعشى، قبل ما نقعد على العشاء بيقرب مني أرشيتكت مع جان نوفيل. نعم. بيقول لي استاذ روجيه بدي الفت نظرك، اذا ممكن على يمين الست اليس توضع رئيس الجمهوريه. تو اي رئيس جمهوريه؟ في رئيس جمهوريه هون؟ قال لي ايه فلان رئيس جمهوريه سويسرا. فبروتوكوليا يعني ادى عندك نهار ما حدا قال لك انه عندك رئيس جمهوريه. نعم. واذا هيدا لما بيصير لبنان في نظام من هذا النوع، شو يعني؟ يعني هل يقل السويسري مواطني أو تمسك بوطنه عن اللبناني؟ لا، واللبناني حتى بترشيح وترشح المرأة انتخابا، وهذا كان قبل سويسرا بال 54 أيام رئيس شمعون، وكدولة مقاومة. لا عم بحكي عن النظام، عم بحكي أنه هلا يعني بموضوع يعني مثلا عم نقول أنه سابقين موضوع الرئيس كميل شمعون. لا، رئيس شمعون كان بعد ما نحن بمرحلة النظام الديمقراطي كما نقلناه عن الجمهورية الفرنسية في فرنسا. نعم. وكان عمل يشتغل بإشراف فرنسي، ثم كان بريطانيا. بعد فرنسا بإشراف أمريكي، لأنه بعد الحرب العالمية. نعم. صارت أمريكا حلت، خاصة بعد حرب 56. نعم. وبعد أن أزل أيزنهاور البريطانيين والفرنسيين بقناة السويس. نعم. بإخراجهم من السويس، وما استفاد. نعم. من هالحرب إلا بالنهاية. نعم. بن غوريون، لأنه فاوض بالسلاح النووي. نعم. وقدموا له الفرنسيين. كنا بنظام يتطور بالاتجاه غير الصحيح، لأنه كانت طائفية بلشت عمل تظهر. نعم. لأنه صار في أحداث بالمنطقة، صار في حرب 58. نعم. والورقة الطائفية لعبت. نعم. الورقة الطائفية لفرض الوحدة الوحدة العربية والعظيم. إذن ما كنا بوضع سليم. نعم. نحن لو كان تأسس لبنان، يعني مرتاح تأسيس لبنان الكبير، مرتاح. نحن هلا بذكرى تأسيس لبنان الكبير. نعم. لا 99 لو تأسس لبنان، لبنان كبير واكبر، انا كنت بفضل اكبر، انا كنت بفضل لبنان. فخر الدين كان اكبر. لا هن مثل ما عرضوا علينا الفرنسيين. نعم. عرضوا علينا الفرنسيين خارطه. نعم. كنا اخذنا الخارطه مثل ما عرضوها عليها، اللي واصلين فيها
إلى بحيرة حمص وواصلين فيها مش واصلين فيها حدودنا داخلها مدينة الشام مدينة دمشق لما لها يعني مرمزية مثل أيام فخر الدين كان بيكون وطبعا جنوبا كان بيكون لبنان بهالخيار وفق النموذج الدستوري السويسري من أنجح ما يمكن أن يكون. كنا بنكون مواطنين كنا بنستعمل ميزة الطوائف مش العلة ما صار موضوع الطائفي موضوع الطائفي منه انكفى. موضوع الصراع انكفى. لم يعد موضوع الصراع لأنه صرت مواطن وانت صرت بالشراكة مناطقي. طيب هلا بالحالة اللي احنا فيها وهي حلوة كتير انه اصروا لمن حكيوا عن اللامركزية في وثيقة الوفاق الوطني عن اللامركزية الادارية لانه لو قالوا اللامركزية طائفية كانت بتكون كارثة بس اللي نفذوه هو فدرالية طائفية وهيدا اللي عم نشوفه بس وقت اللي بتجيب سيرة اللامركزية الادارية بتقوم لقيامة لو على السكت لو مستترة بتقوم لقيامة هي لازم تبين لقيامة ما بتبين لأنها بدل الرفض مستتر. ليش بعد لحد هلا ما طبقوا ما حققوا اللامركزية الإدارية هذا كله؟ أولا في أمور أخرى لازم تنعمل. الدولة أصبح وزنها وزن رجل 600 كيلو حد أدنى. هيدا هالرجل يو بيموت بسكتة قلبية يو بيموت في سرطان 600 كيلو ما في عيش بده يجي يبلش عملية تحجيم صحة الدولة من أجل صحة الدولة تحجيم حجم الدولة حتى تصير بوزن بين 70 و80 كيلو حسب ما يكون لبنان. لبنان دولة بلد صغير يعني 70 كيلو عظيم. لماذا بلغ الدولة 600 كيلو؟ ليه لماذا هتا؟ لأنه في ستة وستة مكررة لا لا في صراع في صراع المحاصصة ناخد حصص ونعطي حصص بالاستزلام يعني بالتوظيف بالاستزلام يعني بالتنفيع بالاستزلام يعني بماذا لي في هذا البطل. المشروع يبدأ المشروع لا ينتهي بده 10 مرات حقه بنشوف هلأ بكل لبنان بالمرحلة التاريخية المعاصرة اللي انصرف فيها مئات مليارات الدولارات. نحن صحيح أننا مدنيين فوق 100 مليار دولار لأنه ما بدي أحكي بالأرقام اللي بعرفها لأنه مش وقت نخوف الناس أكثر. نحن مدنيين بأكثر مما هو معلن عظيم. برضو أنا مني خيفان من الدين مني خيفان إذا بصير نمو أنا مني خيفان إذا كان صار في تغيير في المقاربة الاقتصادية. المقاربة الاقتصادية اللي قائمة على تجميد أو بحجة تجميد سعر الليرة بالنسبة للدولار دفعنا فوائد بالعشرات من 40% إلى 10%. لا 40% ولا 10% يمكن أن تسمح لاقتصاد أن يبقى حيا أن يبقى حيا. طب هل نحن على على شفا أنه نبلش يصير في عنا نمو أو يصير في عنا اقتصاد منيح؟ بدأ إعادة تفكير مقاربة اقتصادية مختلفة تماما. طب بعضهم مش مقاربة. أنا إذا كان معي مليون دولار ليش بدي وظفهم بأي شيء بأي مشروع؟ شو ما أني محمس للمشروع إذا كان فيني بهالمليون دولار أعمل على الدولار ما عم بحكي على الليرة اللبنانية 10% حد أدنى 10% حد أدنى. ليش ما في سبب. طب هل الذهنية هي وطنية أم اقتصادية أم يعني لا وطنية؟ أنا برأيي أكبر باب كان لتحميل اللبنانيين عبء الهدر والإفادة من السلطة في لبنان ما بدي استعمل تعبير أقسى من هيك بس واضحة كان هالموضوع موضوع بحجة دفاع عن الليرة. الليرة سيدي لما إسرائيل بعام 1982 كانت في بيروت نزلت لتحت 4 ليرات الدولار ما هيك؟ فما حدا يقول لي أنه ما بنقدر لما بيكون في عندك مقاربة اقتصادية سليمة ما بنحافظ على ما فينا بدون إجراءات لأنه هي بتحافظ على حالة بالفوائد صحيح تجلب مليارات
إنما هالمليارات عمل تحمل الدولة إذا أجيال من اللبنانيين، والاقتصاد إذا تقتل الاقتصاد والتوظيف والتطوير في البلد، الدخل القومي بضل دخل قومي محجم. خلينا نقارن النمو الاقتصادي اللبناني بالنمو الاقتصادي الإسرائيلي من سنة الثمانينات إذا ما بدك من سنة السبعينات لليوم. نعم هلا هني عندهم 9% مثلا بطالة، نحن عنا 36. لا لا المقارنة هي بالدخل القومي. نعم هني ب370 390 رح يقاربوا 400 مليار دولار دخل قومي، نحن ب50 مليار دولار دخل قومي، والدخل القومي تبعنا قسم كبير منه دهن وشحم، يعني مش عضل ودم ولحم. هاي العالم فيهم يفهموها والاقتصاديين بيعرفوها وبيحكوا فيها كل يوم. طيب بعد هي المحاصصة اللي ضغطها يعني لا. أنا برأيي من أساس أنا برأيي تطوير النظام هو بدء الخروج من الفساد. تطوير النظام إنما إيه بس أستاذ روجي اليوم كلها مش عم بيقاربوا هيدا الاقتصاد، لأنه في على ضفافه في مناصب ومصالح سياسية ومراكز، يعني يمكن أنا بعمل معك ديل سياسي أو ما بعمل معك بحسب أنا مصالح الداخلية والمناصب اللي بدي إياها والمراكز اللي أنت بدك إياها، هيك عم بصير. ما عم بيقاربوا لبنان اليوم مهدد. نعم. وجوديا ويجب إنقاذه، فنحن دخلنا مرحلة خطر الموت السريري. نعم. لم يعد من الممكن على الأمد حتى القصير الاستمرار بسياسة لحس المبرد، بسياسة وتترف. الفوائد والضرائب، علي ضرائب قد ما بدك، ما فيني ادفع لك، شو بعمل لك؟ بسكر وبمشي، في أكثر من هيك؟ ما في أو بفوتني على الحبس، فوت على الحبس وبعدين؟ ما بالقرارات ولا بالقمع ولا بالتهديدات فيك تفرض على الناس ما ليس في قدرتهم على تحقيقه. اليوم انت بالضريبه على بالرسوم كلها وبالضريبه على القيمه المضافه، لو عمل تخسر مال انت مجبور تدفعها. نعم معك. كل يوم بيخترعوا لك كثير خلاقين، مثل ما مخلاقين خلاقين بالقطاع المصرفي، كثير خلاقين، بس هيدا المقاربه الخلاقه لا بقى بتمشي هون ولا بتمشي هونك، لانه الثقه مفقودة، وهي مفقودة عن حق وحقيقة مش وهمية. يعني الثقة بالاقتصاد مفقودة، لأن الاقتصاد الرئيس قال الاقتصاد منهار. ما هي انه خلينا نعمله بدل ما نروح على الريع نعمله انتاجي ونحن بزنقه. اول من تكلم عن الانهيار الاقتصادي كان رئيس الجمهورية، عن التراجع الاقتصادي، انهيار التعبير منه، وانا علقت باللحظه نفسها، قلت تعلقت بالتويتر وبالاعلام، قلت انه نحن بالانهيار، مش قيد الانهيار، نحن بالانهيار، عايشين انهيار اقتصادي. طيب. نحن بحاجه الى انقاذ اقتصادي. بقي موضوع النقدي عظيم، عنده المصرف المركزي الذهب اللي ما في يتصرف فيه بقانون، والحمد لله دولة الرئيس حسين الحسيني كان مصر على قانون عدم التصرف بالمال بالذهب، والحمد لله، لأنه في حينه كان راحوا كله القيمة ما بتتجاوز ال $300 اليوم عظيم. فما اشترينا ذهب فيما بعد حتى نعزز، لا نشتغل عظيم. هلأ بنجيب أموال، بس كل مليون دولار بنجيبه على المصرف المركزي وبندفع عليه 10% و20%، هيدا الدولار عمل نحمله لأجيال من أولادنا، وعمل نضرب فيه أكثر اقتصاد. هيدي رجال المال يعرفوها، رجال الاقتصاد يعرفوها، الحاكم الذي هو يدرك تماما ماذا يفعل يعلم بذلك، بس بيقول لك أنا مني حاكم مصرف مركزي، حاكم مصرف مركزي، المصرف المركزي سيد نفسه، المصرف المركزي منه هذا مثل اللي عندك مصرف عادي، إذا عندك مصرف عادي، المصرف العادي هذا مال الناس موجود عندك ومودع عندك، مش لأنت تمد إيدك عليه. نحن في عنا دولة عندها مصرف مركزي بتمد إيدها عليه ليلة نهارا،
في عندنا ضمان اجتماعي. وين الضمان الاجتماعي؟ اليوم الضمان الاجتماعي حيوي بالنسبة للحماية للحماية الصحية في عندك الضمان الاجتماعي. الضمان الاجتماعي مال وعمل يجي، هيدا بدون ما يكون هالمال موظف في تمويل نفسه وتكبير حجمه، يعني بالأسواق الدولية كما هو الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية وبكل العالم، واليوم في عندك قوانين جديدة في فرنسا بهالموضوع. فبدون ما يكون صندوق مستقل، وهالصندوق في عنده إدارة مالية أو مسلم لإدارة مالية تقدر تعمل من هال المليار دولار 10 مليارات دولار بعد 10 سنوات. منيح. طيب شو بينقصهم المعنيون؟ شو بينقص المخاربة؟ المفهوم متخلف، مفهوم التعاطي مع إدارة الدولة مفهوم متخلف، لأنه بعضهم ما عم بيروح على الاقتصاد. اليوم 401k بأمريكا مثلا، هيدا قدر استفاد بعهد الرئيس ريغان بآب 15 آب، كانت البورصة، كانت الداو 750 نقطة، وصل ل 750 نقطة، اليوم 27,000 نقطة. اوكي، يعني اللي انت حاطط 401 حاطط لك اموالك اللي هي بتضمنك، تضمن شيخوختك، بيعملوا فيها استثمار، موجوده بس بهالسوق وبينطبع على الاسواق الاخرى اللي تبعت اللي هي النازداك واللي هي الاس ان بي وغيره. وهذا موجود بفرنسا، في عندهم ايبارني. هلا اخر قرار اخذوه وزاره الماليه بفرنسا، طيب بس ما نحن هو اعتماد الاسلوب الامريكي عندنا، يعني حضرتك وفي كتير ناس. نحن لا، نحن انت بتدفع، انت صح رب العمل عم تدفع عن 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 المواطن، والمواطن عم يدفع اللي عم بيشتغل كمان، ما هيك عظيم. هالمال عم بيروح للضمان الاجتماعي، والضمان الاجتماعي ماله وينه؟ ما عم يستثمر فيه. وينه؟ منه موجود، عم بتمد ايده الدولة. خلينا ناخذ فاصل. منه موجود اخطر من انه اليوم اللي بتقول فرنسا انا بخاف بعام 2030 او 2050 بابعد حد انه الضمان الاجتماعي عندي يفلس، لما امريكا بتقول ذات الكلام وبتجي بتلاقي حلول. انت ببلد صغير، ما مش غير صغير، غبي، حوكمتك غبي متخلف، لا تعتمد اي من الادوات التي تجعل من اموال الضمان تنمو بالاسواق، تستفيد من الأسواق الدولية، مدورة أسواقك، ما أنت حرقت أسواقك، بعد في عندك بورصة. لذلك ناخد فاصل، أنا عم بحكي مقاربة اقتصادية متكاملة. طيب خلينا ناخد فاصل إعلاني ونكمل بالموضوع الإقليمي الضغط على لبنان. نعم. مشاهدينا الكرام، عودوا معنا بعد هذا الفاصل. من جديد أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام. أستاذ رجاء إدي رئيس حزب السلام، نرحب فيك مرتين. كنا عم نحكي أنه كيف الاستثمار، وهذا يعني إذا كل شيء بتلاقي أنه عم يترهل، فيك تعمل قطاع عام وفيك تعمل قطاع خاص. رح نحكي عن الموضوع، بس بدي أعرج على موضوع السادغ. نعم. لأنه هلأ عم يعملوا موازنة. نعم. وفيها إصلاحات، وقبل 15 تشرين ونحن بدنا نحقق مقررات سادغ وإلى ما هنالك. برأيك قديش ممكن مقررات سادغ تقدر تدفع الاقتصاد اللبناني؟ أولا سادغ وعد بقروض ميسرة من دول ومن مؤسسات دولية، وهالدول وهالمؤسسات الدولية عندها تجربة مع لبنان من باريس واحد لسادر ليست مشجعة. إذن عنصر الثقة مفقود. أنا أعتقد أنهم لن يحصلوا على مساعدات سادر وإلا من الجبل إدنه، ما بيفيدك بشي إن لم يفعلوا ما وصيت به قبل تأليف هذه الحكومة، وهو أن نقارب الدول المانحة أو المساعدة المهتمة في لبنان، وأن ندعوها لوضع الأموال التي تود إقراضها ميسرة. نعم. في صندوق تديره صناديقها، تديره صناديقها، ولا يكون للدولة اللبنانية أي قرار فيه، أي قرار سياسي فيها، حتى لا تدخل في نظام
محاصصة السلطة وفساد السلطة، مختصر مفيد. طبعا لم يهتم أحد بذلك. طالما لم يذهبوا إلى هذا الحل لا تتوقع من صدر أي شيء. موضوع التخصيص، طبعا أنا بتذكر يعني من سنة 88 عملت حملة الرئاسة في حينه على موضوع التخصيص، وكنت اتجول في القرى حتى شوف ردة فعل، يعني روح على قداس، روح على مناسبة يجمعوك مع 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 عائلات الضيعة حتى اخذ ردود الفعل، هل راح يدركوا شو بتعني اقتصاديا وشو اهميتها. خصخصة. فيني اكد لك شيء، والاعلاميين اللي كانوا معي، وكان عندي معي اعلاميين لبنانيين وعندي اعلاميين اجنبيين، كان معي تيف عم بترافقني في معركتي في الانتخابات الرئاسية، كان في ألمان وغيره، كلهم كانوا يتفاجئوا من فهم اللبناني العادي والكاهن في الضيعة والفلاح والحانوتي أكثر ما بيفهموا اللي عم بيجتمعوا بمجالس الوزراء المتتالية، لأنه ما في أصعب على اللي ما بده يفهم. أنا طرحت بعدين بالأربعة وتسعين انه، وهذا بمؤتمر كان نظمه بأثينا البنك الدولي ونشر في الاعلام العربي في حينه، طرحت ان اؤمن تمويل بدون انا ما بدخل باي شيء فيني استفيد منه بامور من هالنوع، بس فيني نظمه ما هيك وامنه، ان اؤمن تمويل ضعفي حاجه لبنان من الكهرباء، في حينه كان بست سنت ونص. هذا كان السوق الدولي وقتها، كان هيك تمويل 100% الدولة فيها تشتري منك، كما أنه فيك أنت تبيع مباشرة للصناعات أو لمن يهم. لم يحصل أي اهتمام بالموضوع. لا. والتقيت بأحد رؤساء الوزراء الشهيد في 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 باريس، واجتمعنا على جنب. كان جوابه أنه هلا في عنا مساعدات جاية من الصندوق الكويتي ومن السيمنز وكذا، هالأفكار بعد ما فيني سوقها، مش مني مقتنع فيها، إنه بعد ما فيني سوقها بالتركيب اللبناني. نحن شفنا جورج فريم كمان شو صار وقت. ليه ما في سوقها بالتركيب اللبناني؟ لأنه بالتركيب اللبناني في المحاصصة بعد منها بمدي، في وزير آخر يمثل في وزارة من رجال الأعمال الكبار في المملكة العربية السعودية ويفهم بالاقتصاد، وكان يمثل جورج فريم وليد جملاط، لا غير جورج فريم، غير جورج فريم، غير جورج فريم، وغير جولبي إرداحي، عم بحكي عن وزير يمثل مكون من المكونات بشخصه، يعني بيمثل وليد جملاط بيمثل المكون الدرزي. قال لي استاذ روجي هالمقاربة ما فينا نعملها إلا بكل منطقة نعطي رخصة لمعمل كهرباء لا مركزية خاص، لا مركزية لا بس لا مركزية التوزيع الخاص. تقول لا، ما هو المبدأ يكون في تنافسية، يعني إذا أنا بعمل مصنع أو بعمل عدة مصانع مش هذا المهم، بس إذا منا مضمون التنافسية مين بده يقبل فيه؟ إنما ممكن فيما يتعلق بالتوزيع، يعني بتوزيع الكهرباء أو بشرائها، توزيع الإنتاج بشرائها، إما الدولة تشتري وتوزع، لأنه هذا ما يحصل عادة في الدول النامية أو الدول العالم الثالث اللي دخلت القطاع الخاص من ماليزيا إلى الهند إلى آخره. بماليزيا ماشي حاله. تنكا من أهم المؤسسات الكهرباء اللي اعتمدت القطاع الخاص ونجحت فيه وصدرته، حتى كان في عندنا مشروع نحن ببنغالور كهرباء، كانوا هني حجر الزاوية في إدارة المشروع. لذلك هو لبنان مؤهل لأن يكون في كل قطاع من قطاعات إدارة هالبنى التحتية الأساسية، إن كانت الكهرباء، المطارات، إدارة المطارات، مطار بينعمل أول مطار بتركيا، نحن كنا متقدمين عن تركيا من كل النواحي بالمنطقة أصلا كنا يعني فنعمل أول مطار على أساس قاعدة
البي او تي، يعني بعمر وبرجع بسلم، اللي انا طبعا ما بامن فيها كنظريه، لانه انا بعرف انه طويله الامد. لا انا 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 بفضل انه تمول وتملك وتامن الاستمراريه، لانه ما تسلمني اياها بعد 10 سنوات بلش اخسر فيها، والا بدي ارجع جدد كل شيء كبير او شيء. نعم. لذلك هيدي بس هيدي اخترعها تركة اوزال لما بلش موضوع تركة اوزال، حكى احد رؤساء الوزراء. نعم. تركة اوزال وكان داهيه. نعم. توفى. نعم. وبده يسوق تركة اوزال وقتها، وكان في عنده احد الوزراء وزير الخارجيه بعتقد من آل الصلح، من قرايبنا. نعم. بعتبر نحن آل الصلح قرايبنا. نعم. تركة اوزال اخترع انه هيدي في سوقها لراي عام بعده منه جاهز لتفهم انه الكهرباء والمي والمطار الى اخره ما يكون عمل للدولة، هذا مفهوم للدولة خطأ. بس هو بعدك بدك تسوق. فتأسست شركة من المقاولين اللي بدهم ينفذوا اسمها تاف سبسيديري. حتى صارت تاف بعدين من اهم الشركات اللي بأهمية سكيبول واي او بريتش ايرويز لإدارة المطارات بالعالم، وتبيع خدماتها، واصبحوا الاتراك فيها مؤهلين بذات المستوى اللي بنعرفه بالدول العالم. نعم. الاول يعني نحن لذلك اليوم بتشوف انه تركيا اللي كان دخل القومي اقل من 100 مليار دولار بالثمانينات 765 نعم. 575 مليار دولار. هذيك الساعة عم نحكي عن اسرائيل. لا لا العدو 378 مليار. نعم. بس ايران اليوم بلشت تنزل تحت 300 مليار، كانت 333 العام الماضي. طب من العقوبات؟ 300 طبعا من العقوبات، والعقوبات موضوع مهم. طب العقوبات يعني برايك هالقد عم يعنينا موضوع عقوبات طبعا ايران عم تاثر فيه، ولكن هالقد هو يعني نحن شفنا الرئيس الامريكي بده يضرب ما بده يضرب بده يعمل، المهم هلا ما في حرب، بس هل العقوبات هي بديل الحرب يعني، ام انه راح يروحوا على التفاوض بدون عقوبات؟ انا برايي الرئيس ترامب اكتشف وهو يقنع النخب القياديه في الولايات المتحده الامريكيه. نعم. ان افضل حرب هي الحرب الاقتصاديه. نعم. مكلفه اقل، مربحه اكثر واكثر فعاليه. نعم. بس يجب ان تمارس حقا وفعلا. نعم. مش هيكون في تسرب يعني. بيخلوا تنفس، بيخلوا تنفس. انما الحرب الاقتصادية هي الاكثر فعالية. نعم. لانه في النهاية الاتحاد السوفيتي لم يسقط بالانابل النووية. ايه بس سقط. ايران ما راح تسقط. سقط بالاقتصاد. ايه بس ايران ما راح يفرض نظامها يعني اذا كان الهدف هيك. ما بعرف على اي اساس باني كلامك. لانه انا اللي بعرفه. نعم. انه بايران الضيقة الاقتصادية جدية وكبيرة. هذا لا يعني أنها ليس بإمكانها أن تستمر بتصدير الثورة بتمويل قاسم سليماني والألوية والفيالق. نعم بس بالاقتصاد فيها تمولهم هون. نعم. لا بل قادر تمولهم. نعم. لأنه هيدي قصة أولويات. نعم. الأولوية أنك إنما النمو الاقتصادي الإيراني داخل. النمو الصناعي الإيراني. نعم. إيران دولة عندها مواد أولية من أهم الدول ذات بالمنطقة اللي حتى من الرمل بتعمل حديد، بتعمل بتجمع سيارات، بتعمل لا 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 في عندها كل المعادن بما فيها الذهب، والنووي، عندها البترول والغاز، عندها كل شيء. نعم. عندها كل شيء وعندها خبرات. نعم. عظيم. وبالرغم من ذلك وضعها الاقتصادي على تراجع مخيف. خليني أقول لك عقوبة. نعم. خليني أقول لك آخر عقوبة اللي إنه هلا بلشت التصعيد من العقوبات. نعم. صار في العقوبة الأساسية المزعجة أكثر شيء كانت على النفط، يعني انخفض النفط إلى 200 ألف برميل 150 ألف برميل. نعم. وبالتهريب هذا ما بيعيش، بس الأخطر من هذا كله. نعم. بعد ما إنه بعدنا بالصف السابع من العقوبات، يعني العقوبة اللي فرضوها بالأمس بعد العملية الخطيرة جدا التي توازي 11 أيلول بالنسبة للمملكة العربية السعودية، ضرب الأرامكو اللي هي القلب المنعش لهيك. نعم. القلب المنعش الذي يوزع الدم بالسعودية. فهيدي خط أحمر قطعوا. نعم. بالرغم من ذلك الرئيس ترامب اكتفى بعمليات حروب سيبرية. نعم. لأنه هي كمان حروب دك طبعا كمان، كمان يعني كلها حشدين هيدي جدية بس منا دموية ولا. نعم. عسكرية. وبالحرب الاقتصادية إجا سحب السويفت عن المصرف المركزي، يعني اليوم شفنا بنك الجمال
سحبنا له السويفت، ما عاد في بنك جمال، ما هيك؟ مع انه بنك الجمال بجوز في 10% حتى اقل من 10% في تساؤلات حولهم، و 90% من اللي حاملين من الألف دولار ال 15,000 لهذه هن من اهلنا الشيعة بنوع خاص، لانه كان مصرفهم. اوكي، فاستهدف اكثر لرمزية الاستهداف اكثر من ما نعم. بس لما تستهدف دولة موضوع اخر، هون استهدف الدولة. نعم. وبيقولوا لي بواشنطن انه هيدا الصف السابع، بعد في بعد عندك للصف الحادي عشر، بعد في خمس ستة، شو يعني؟ في أربعة. يعني عم تحكي أنت بعد ما وقفت البترول وبعد ما وقفت. طب كيف لهم حق وقتها؟ هل الصين وهل الصين يعني إذا وصلت لهون هل الصين بتقبل إنه يصير هيك؟ الصين شو الصين يعني هن عندهم علاقات مع الصين طبعا، وفيهم بس الصين بدها بحاجة للبترول. طيب نبى تأخذ البترول بتاخده من إيران. إيه كيف كيف يعني ما بعرف. ليك خلي كل دولة بحجمها. اليوم الحرب الباردة المقبلة الأميركية هي مع الصين، والصين بهمها إنها ما تخوض هالحرب، ما تدخل بهالحرب، لأنه بتعرف إنه بتنتهي مثل ما انتهى الاتحاد السوفيتي. الصين عندها مشكلة جدية، هي مشكلة إنها أصبحت دولة اقتصادية ناجحة، فيها قطاع عام قوي اقتصاديا، لأنه الحزب الحاكم قابض، الحزب الحاكم والدولي رأسمالي، صار حزب حاكم ودولي رأسمالي. وعندك القطاع الخاص كمان رأسمالي ناجح ويوظف في العالم كله. الرئيس الجديد شي يسعى لأن يكون ماو جديد. عظيم. هيدا بالنسبة للأمريكاني ما هو على طريقة على الطريقة هيدا مرفوض. نعم هيدا مرفوض، ممنوع، مرفوض قطعا. هيدا حرب باردة، يفضلون أن يربحوها باكرا من أن ينتظروا. يعني انتظار هاري ترومان في التعاطي ما بالملف الكوري مثلا، لما أوقف استمرارية الحرب الكورية وضبوا للجنرال ماك آرثر لأنه كان خفان منه في معركة رئاسة الجمهورية، لأنه كان عنده شعبية قوية. كان خطأ أصلا يعمل رئيس. بس في أخطر من هيك، اللي صار مع ستالين، كان عم بيصر وينستون تشرشل على الإدارة الأمريكية وعلى هاري ترومان أن لا يفسح المجال للسوفيات لبناء قوة عسكرية نووية كبيرة، ولم يفعلوا، أهملوا هالموضوع، دفعنا ثمنها بالقرن العشرين. القرن العشرين كان حرب باردة، ما في شعب، ما في بلد، ما في بلد بالعالم ومنه ما تأثر فيه، ما دفع ثمنه. اليوم أولوية الأولويات عند الرئيس ترامب ومن يخلف الرئيس ترامب في يوم من الأيام، يعني بالأربعة وعشرين على الأرجح، أن الحرب مع الصين. وهذا كان يعيه الرئيس ريغان والرئيس كارتر، يعني زبيغنيو بريجنسكي وهنري كيسنجر كانوا مستعدين من وقتها يحكوا ويكتبوا انه التحدي الكبير هو في اسيا. يعني زبيغنيو بريجنسكي مستشار الرئيس الامريكي، نعم، اللي حل محل كيسنجر، نعم، واللي كان من كبار المفكرين، نعم، وهو اللي سمح لايران بان يسقط فيها النظام لصالح النظام الخميني، نعم، بينما كان مفروض أن يستلم الجيش مثل ما استلم الجيش في سنة 81 في تركيا، وأن يبرمج الديمقراطية كما برمج الجيش التركي بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. هو اللي صار العكس، هو أنهك الجيش بالحرب، كانوا مقتنعين الحرب اللي صارت. في عندك كان صدر وزير خارجية سايرس فانس وأندرو يونغ اللي كان ممثله بأمم المتحدة، كانوا مقتنعين انه حركة تحرير ايران هي التي ستستلم الحكم، سيكون الحكم ديمقراطي، وبنعرف الشخصيات وشخصيات محترمة، بالرغم من تنبيه الامام موسى الصدر. نعم صار في اغتيالات هون، بالرغم من تنبيه الامام موسى الصدر الى هذه المخاطر. الامريكاني اخطأ وغيره اخطأ في باريس وفي لندن وفي اي محل، لانه ظنوا ان ايران ستنتقل من الامبراطورية المطلقة اللي هي غير الى الديمقراطية الحرة. هذا كان الخطأ التاريخي اللي ارتكبوه الامريكان سنة 53 لما ضربوا مصدق، وهو انه حولوا الامبراطورية الى امبراطورية كانت امبراطورية دستورية،
كان رئيس الوزراء فيها هو الأساس وبرلماني، صار شاهن شاه، صار 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 الشاه هو السلطة المطلقة. لو لم يكن السلطة المطلقة لما كان ما نحن نعيشه اليوم؟ الدول العظمى تخطئ، الدول الصغرى تخطئ، لذلك إيه بس الإسرائيلي اليهودي الإسرائيلي لا يخطئ لأنه بيلعب على التناقضات وبيعرف وبيمشي، يعني بيعرف هو أنه لو بده يصعد قديش على إيران ما بيعمل حرب معه، وبيعرف أنه في مصالح معينة بالمنطقة. الإسرائيلي يخطئ، ما حدا ما بيخطئ، كل الإسرائيلي يخطئ، بعدين بس يغتنم نظامه خاطئ، ولكن يغتنم المصالح، لا يسمح بحكومة من الأكترية، لأنه اللي عم يحكم الحكومات هي الأقليات التي تتحالف مع الحكومة. إنما الإسرائيلي فيما يتعلق بإيران هو كان هدفه أنه الولايات المتحدة الأمريكية تتولى موضوع الملف النووي تبع إيران، هو بيتولى موضوع الأدوات الإيرانية إن كان بسوريا أو بلبنان، من بيروت للعراق. نعم، وإذا بنعرف أنه الخطر موجود وعم بيصير. على كل حال استاذ رجاء الدهاء، بدها حلقة كاملة الإقليمية. نحن نشكرك من تلفزيون لبنان على حضورك، ومشاهدينا الكرام نشكركم ودمتم بخير.